موبيل 1 مهرجان ابها، والراعي الاعلامي اللي هو قناه عرب موتد. انتم طبعا اللي اخترناكم وتاهلتوا معانا للتصفيه اللي حتدخل بالجوله الاولى من هذا. طبعا البطوله عباره عن 3 جولات، كل جوله تخلص في الجوله الاخيره نجي نطلع الصفوه اللي طلعوا من الجوله الاولى والجوله الثانيه والجوله الثالثه ينافسوا على بطوله المملكه اللي هي اسمها مسماها مسمى البطوله بطوله تويوتا، بطل بطوله تويوتا الاوتا كروس بالمملكه. ممتاز، هذه في اخر جوله طبعا اللي هم الابطال اللي يكونوا ابطال الفئات وابطال المركز الثلاثه الاولى. طبعا احنا نشرح لكم الحين عن طريقه السباق، وحنشرح لكم عن طريقه التحكيم، راح نشرح لكم عن طريقه القياده العامه لازم انت تلتزم فيها قبل ما انا اكلمك. زي ما قلنا لكم شباب، قوانين السباق اللي هي الكل مشارك 4 جولات، اليوم جولتين وبكره جولتين بالاضافه الى جولات كامله اللي حنجي نشرحها بعدين. كل بلنتي عليه ثانيتين تضاف في السباق حقك، يعني بعد ما تخلص الجوله حنضيف لك احنا على كل بلنتي تحصل عليه ثانيتين. النتائج يا شباب، كل فئه تخلص تخلص الجوله حقها على طول، احنا خلال من 3 إلى 5 دقائق حنحط على الشاشه اللي موجوده عند التسجيل المكتب الاول اللي دخلته من عنده في شاشه كبيره، هتلاقي النتائج حقك كلها معلنه هناك. سباق كامل يا شباب، الاول على كل فئه على طول حيتاهل على سباق كامل، الاول من كل فئه. عندنا 4 فئات يعني 4 بطل حيجوا كامل. الاربعه دول هم اللي حناخذ منهم الترتيب العام. يمنع منعا باتا يا شباب الاستعراض داخل الحلبه او خارج الحلبه. ورجاء كل واحد مركب الاستيكر حق السباق على سيارته يلتزم بالانظمه والقوانين اللي مطبقه في البلد. طبعا انا ابغى اتكلم اول شيء عن البطوله بشكل عام. هي عباره بطوله تويوتا سعودي ستار للاوتو كروس، عباره عن 3 جولات. أقيمت الجولة الأولى الحمد لله تعالى بنجاح في مدينة أبها البهية. طبعا الحضور الجماهيري كان جدا كبير وكثيف. أنا سعيد صراحة لحضورنا لأول مرة لمدينة أبها وننظم سباق هنا وسط تعاون كبير من الهيئة العليا للسياحة والجهات الأمنية ممثلة في الأمن الوقائي والشرطة والمرور والدفاع المدني والهلال الأحمر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة الكبيرة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد العربي السعودي لرياضة الدراجات السيارات والدراجات المائية. حابين والله صراحة نشكر اللجنة السياحية في أبها لتنظيم هذا المهرجان وجعلنا من ضمن الفعاليات اللي موجودة في هذا المهرجان. وشكر أيضا موصول للأستاذ عبد الله أبو خشب كان المنظم لهذه الفعالية. الحمد لله نقول إن شاء الله أننا نجحنا في هذه الفعالية بربط الشباب في فعاليات السيارات المنظمة النظامية الآمنة. وحتى انه الشباب يعني لو زي ما بيقولوا يعني اللي يبغى يبرز عضلاته ويبرز مهاراته في التحيط يجي ويتفضل هنا ان شاء الله ويحصل الفرصه اللي يكون بامكانه انه يكون احد ابطال الاوتو كروس في المملكه العربيه السعوديه. انطلقت الان البطوله لناخذ مره جي ان ايس ما هي محسوبه حتى حنسوي الان. محمد علي القحطاني في هذه الحلبه نتابع السباق الجميل ونفس الاجواء الكلاسيكيه اجواء ابا مهرجان ابا. اجمع نتابع شاهد الان محمد علي القحطاني في دوار تويوتا يتجه الان نتابع شاهد شوف على اثر على فكره البطوله تعتمد على الوقت. نتابع حاكم الصوت السابق لدور الدوريتين اليوم وغدا الدوريتين غدا الختام. تابع حاكم مكتب الان في دوار تويوتا موديل 1 حاكم نكو. ونتابع سمح الجير تابع الساعة شاهد الساعة 51 خليج في الردم الكابتن حاتم نكو. ونتابع الان على مسار خط النهاية تابع يا ولد شكل حيسويها شكل حيسويها. ونتابع الساعة شاهد الساعة تلقاه 49 يا بندر الشريف بندر الشريف بندر وين التحية وين التحية؟ الشاهد تحية قوية يساعد على أن بندر الشريف أخذ الدوار بجبهة الأمان مرة واحدة. لازم ناخذ الدوار مرتين اللي مرة المرة بتقوم على سمعة بلنتر بلنتر ثانيتين. القحطاني ديما القحطاني تابع القادم من الشرقية المنطقة الشرقية ديما القحطاني نتابع ديما على فكرة شقيقة من فرق القحطاني بطل وطن المملكة العربية السعودية وديما القحطاني داخل الحلبة نتابع ديما اللي حط من ردم الإجابة حاطي نفسه 49 كان فوق 79 كل شيء جايز في هذه اللعبة. كم الساعة كم الساعة تابع الساعة كم حيجيب كم حيجيب الآن 47 كم حاتم كرتون حاتم جاسم 40 الأولى كان عندها جي ليش ما هي محسوب عليه نتابع
رجل ما يجي رجل ما يجي هذا جمهورنا يجي ولا ما يجي رجل ما يجي يتقدم الكابتن محمد فيك ضربة فرسيدة تحية قوية ونحطم الرقم القياسي لهذه الفئة مسافر في الجايد تم جابلها 53 ما يجي سمعوا يجي اللي ما يجي الآن هنا فيها يا سلام تابع الفئة اللي جاية تابع الفئة اللي جاية فالجابر أتمنى نايل الدير من جدة الآن يجي لما يجي من حالة يوكا ونطاب على الفئة كل اللي تسويه نايل الدير الآن في الخط النهاية تابع الساعة نسوي الساعة كل اللي تسويه نايل الدير في الساعة اليقف وانا تابع نايل الدير الآن الى خالد الزايد من ابها يجي لما يجي يا مكان 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 يا مك